شحال هادي فاش كنت كنقرا في الليسي كان عندي حلم واحد وهو نشد الباك. تحقق هذاك الحلم شويه، لقيت راسي في لافاك، طلعت لي القرايه في راسي وتمنيت كون ساليت منها ودخلت لشي وظيفه مليحه. واحد النهار وانا مريح مع صاحبي الموظف وهو يقول لي سعدات هذاك اللي خدام في التجاره، حيت شبعان راحه وما كاينش اللي يتحكم فيه، ينعس فوقاش ما بغى ويفيق فوقاش ما بغى، ما كاينش اللي يتحكم فيه، حر مع راسه ماشي فحال الوظيفه. صاحبي طلع لي في راسي بالشكاوي والبكاء وانا نوض من حداه، ومشيت ريحت مع عشيري التاجر. عاوتاني حتى هو بدا يشكي عليا، حقا التجاره عيانه وما بقى فيها ما يدار، وكنت دفعت لشي وظيفه تصدق لي احسن من الحاله اللي وليت فيها، وزيد مصاريف الدار والمراه والدراري. ندمت علاش تزوجت كاع، على الاقل كون بقيت زوفري كون راني مهني من المصاريف. فرع عليا راسي عاوتاني بالشكاوي وانا نوض نغيرها، ومشيت عند صاحبي شمشون اللي مازال زوفري. شمشون قال لي طلعت لي الوحدانيه في راسي، وما كرهتش شي بنت الناس تعمر عليا ويكون عندي حتى انا شي جوليدات ولا ثلاثه ولا حتى اربعه كاع، المهم نكون عائله وصافي. مره اخرى نتغيرتها ومشيت ريحت مع خويا الصغير، وبقيت كندي ونجيب معاه في الهضره. قال لي بغيت نكبر دغيا باش نقدر نشري داك الشيء اللي بغيت، وما يبقاوش موالين الدار كيتحكموا فيا. عاوتاني مشيت هاد المره عند عمي حمو الشيباني ديال الدرب باش زعما نستافدوا منه شويه ديال الحكمه. عرفتي شنو قال لي؟ قال لي ما كرهتش نولي فحال شي بعلوك صغير دماغو خاوي كيفكر غير في اللعب والماكله والنعاس، وناسي شي حاجه سميتها هموم الحياه. نط من حداه ومشيت قدام البحر وريحت غير مع راسي، وانا نبدا نفكر في كاع هاد الناس اللي تلاقيت اليوم. فاش بقيت كنفكر توصلت لواحد الاستنتاج، هو ان كاع هاد الناس مني وجبد عندهم قاسم مشترك وهو عدم الرضا وغياب القناعه. وكيف كيقول واحد المثل، اللي بشي حرفه كيقول مشموت، والحاجه الخايبه فينا هي اننا دائما كنشوفوا هذاك اللي احسن منا، اللي غادي على رجليه كيشوف من السياره عايش احسن منه، في حين انه كاين ناس مساكن عايشين فوق كرسي متحرك وما كرهوش حتى هما شي نهار يمشيو على رجلاتهم. فدائما الانسان يشوف هذاك اللي قل منه باش يعرف القيمه ديال دوك النعم اللي غارق فيهم، ولكن في نفس الوقت يبحث دائما عن التغيير نحو الافضل، حيث ماشي عيب ان الانسان يحاول يطور من راسه، ولكن في نفس الوقت خاصو يرضى بداك الشيء اللي عنده ويحمد الله تعالى على النعم اللي عاطيه. فإلا كنت باقي كتقرا، حاول صاحبي تستمتع بأيام الدراسة اللي انت فيها، وثق بيا إلا قلت لك راه أيام الدراسة هي من أجمل أيام في حياة الإنسان وما عمرها كتعاود، وهذه عن تجربة ديالي وديال كاع الناس. وزيد على ذلك أنه كاينين دراري مساكن تحرموا من هاد النعمة ديال الدراسة حيث الظروف ما كتسمحش ليهم. أنت أيضا أخي الموظف، وقيل بلا ما ندوي راك شايف نسبة البطالة اللي كاينة في البلاد، وانت السيد التاجر اللي كتقول القضية ميتة وقهروك الدراري، دير راسك بلاص هادوك اللي سنين هما مزوجين وما عطاهمش الله وليدات. وقيلا الميساج وصل بلا ما نزيد ندوي كثر. أخيرا غادي نختموها بقول النبي صلى الله عليه وسلم، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا.